باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. سعداء جدا نصلي في كنيسة ماري بقطر بموشى بأسيوط. موشى دي مش قرية، دي موشى دي مدينة. مش سكانها 55,000؟ ها؟ أكتر يعني. توصل كم يعني؟ يعني 60,000. طب بلد 60,000 يقولوا عليها قرية؟ ما ينفعش. لازم تعملوا ثورة لتسمية موشى بالمدينة. المهم مش حكاية قرية ولا مدينة. المهم الناس تعيش إزاي. قلب كل واحد شكله إيه. وعامة البلاد الصغيرة الناس فيها بيعيشوا ببساطة وبمحبة. برضو مش شرط صغيرة ولا كبيرة، المهم الواحد قلبه شكله إيه. جو حلو النهاردة، شبابيك مفتوحة كده والأكسجين مالي الكنيسة كده وكل الناس مرتاحة كده. وأنا مبسوط إنه يعني الكنيسة مليانة على الآخر. إحنا صلينا هنا كياك من 6 سنين ولا من 7؟ لأن أنا فاكر أنا جيت مرة قلت يا 15 يا 16. 15 يعني 7 سنين. لا برضو وقت طويل، في تقدم حصل في 7 سنين دي. والشمامسة الحقيقة أحسن خالص 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 عن زي قبل يعني. أما بعد عشان متأخرين، إحنا ماشيين في سلسلة عن الحكمة في حياة السيدة العذراء. ابتديناها السنة اللي فاتت وهنخلصها السنة دي إن شاء الله. دي العظة الثالثة السنة دي، باقيين عظتين عن الحكمة في حياة السيدة العذراء. سفر الأمثال بيقول طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة. يا بخته، يا بخت اللي يجد الحكمة. أنا يعني في علاقاتي مع الناس بلاقي واحد حكيم بيفهم، واحد تاني ما عندوش حكمة. واللي ما عندوش حكمة ده بعيد عنكم بيتخبط يمين وشمال. الناس اللي بيتكلموا جوه ما يتكلموش، اللي بيتكلموا جوه ما يتكلموش. إنما اللي عنده حكمة يا بخته، يا بخته يعيش هنا مرتاح وفرحان وينال الحياة الأبدية في الآخر. عشان كده الكتاب المقدس قال طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، دور عليها لغاية ما يجدها. وللرجل الذي ينال الفهم في أمثال 3. في أمثال 8 يقول الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. موضوع تأملنا في حياة السيدة أمنا العذراء عن الحكمة، معلمنا يعقوب الرسول بيقول في يعقوب 3 من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. في وداعة الحكمة. فاللي ما عندوش وداعة واتضاع ما عندوش حكمة. احفظوا كلمة وداعة الحكمة. كل ما سلكت بوداعة في كلامك وتصرفاتك انت حكيم. كل ما بتتشد وتتنرفز وتلخبط انت مش حكيم. العذراء ام النور عدت بمراحل كثيرة جدا صعبة، ما سمعناش انها تنرفزت ولا تشدت ولا 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 ولا. وداعة الحكمة. تاني حاجة قالها معلمنا القديس يعقوب الرسول، قال حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. فاللي عنده غيرة واللي عندها غيرة
ما عندهاش حكم. وطبعا بنشوف ان في حياة البنات بالذات الغيرة جامدة. والكتاب المقدس بيقول ان الغيرة قاسية كالهاوية، قاسية زي الموت. يشوع بن صراخ بيقول المرأة الغائرة من المرأة وجع قلب، وجع قلب. ونوح ولسانها كرباج يصيب الجميع. إنما العذراء أم النور ما كانش عندها غيرة، برغم أنها كانت فتاة يتيمة وفتاة فقيرة، ما غارتش، ما كانش عندها غيرة خالص. ثالث حاجة تكلمنا عنها لما معلمنا القديس يعقوب بيقول وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة. دايما الحكمة بترتبط بالطهارة. سفر الحكمة صح 7 يقول في كل جيل الحكمة تحل في النفوس الطاهرة. الجيل بتاعنا ده والجيل اللي قبلينا والجيل اللي بعدينا، في كل جيل الحكمة تحل في النفوس الطاهرة. رابع حاجة تأملنا فيها لما القديس يعقوب الرسول قال الحكمة التي من فوق هي أولا طاهرة ثم مسالمة. الإنسان الحكيم مسالم، ما بيصطدمش. يقول لك فلان ده صدامي، فلان ده ما يصطدمش، يفوت الأمور، لطيف مسالم يبقى حكيم، مصطدم يبقى مش حكيم. قول ورايا لحسن تنعصوا مني، وداعة الحكمة، وداعة الحكمة. نمرة 2 حيث الغيرة والتحزب يوجد التشويش وكل أمر رديء. ثالث حاجة الحكمة طاهرة. رابع حاجة الحكمة مسالمة. نقطة اللي وراها الحكمة مترفقة. الإنسان الحكيم يترفق بغيره، يترفق بأخوه، يترفق بالضعيف، يترفق بالفقير. احنا داخلين على عيد وانتوا عارفين بعض، عارفين بعض. في أسرة أو اتنين أو تلاتة تتكسف تطلب من الكنيسة، وأبونا كرولوس كتر خيره مش يعني بتقع منه حاجات طبعا أي بني آدم. فأنت لو تعرف أسرة مستورة مش هتطلب من الكنيسة، قوم بالواجب، حط قرشين وحطهم في ظرف تحت الباب من غير ما حد يدري. ترفق بالضعيف وبالفقير، ترفق بالحيوانات، ترفق بالحيوانات. كل ما كنت مترفق كل ما كنت حكيم. آية جميلة، معلمنا القديس بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. كنا نعاملكم برفق، مش اللي زعق وينطر. سادس حاجة قال الحكمة طاهرة، بعدين مسالمة، بعدين مترفقة، وأن قال الحكمة مزعنة. كلمة مزعنة يعني خاضعة ومسرعة في الطاعة، مسرعة في الطاعة. واحنا بقى احبائي قليلين اللي دايما ليهم مرشد روحي. يقول لك الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون.
ما عندوش حد بي 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 بيزعنه، يعني يخليه خاضع ومسرع في الطاعة، مفيش حد بيقوده. معلمنا القديس بولس الرسول بيقول في عبرانيين 13: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، أطيعوا مرشديكم واخضعوا. أعرف ناس كتير ملهمش كبير، ما يسألوش حد، هم كبار إنهم يسألوا حد. مرة فاكر زمان كنت في الدير المحرق، فالان بساويرس رئيس الدير كان في راهب كبير شويه بس واخد عليه، قال له: يا ابونا فلان هتبطل تعترف امتى؟ قال له: ليه يا سيدنا كده؟ قال له: لاحظت ان ناس كتير لما بيكبروا ما بيعترفوش، فانت هتبطل تعترف امتى؟ قال له: لا يا سيدنا، هعترف على طول وهاخد ارشاد على طول. انما في ناس بتبطل، والكلام بتاع الانجيل بقى: اطيعوا مرشديكم واخضعوا. قديس يوحنا الدرجي بيقول: الطاعه هي تحرك بغير فحص، هي حياه بغير تعقيد، هي قبر للمشيئه، هي قيامه للاتضاع، هي ترك الافراز بغنى الإفراز. يعني اللي عنده إفراز كثير جدا يرمي كل حاجة عند أبوه الروح ويسأل. سفر الأمثال يقول لك: سامع المشورة حكيم. اسأل اسأل. أنا طول عمري أسأل، طول عمري أسأل، وأشكر ربنا أن ربنا حاطط قدامي ناس كبار باستمرار أسألهم. يعني إن كان متنيح الأنبا ساويرس ولا أبونا فانوس الأنبا بولا ولا قداسة البابا شنودة طبعا، وغيره وغيره وغيره، مش عايز أقول الأحياء الحاليين بس أنا قلت اللي انتقلوا، لأنه سامع المشورة حكيم، سامع المشورة حكيم. اسأل اسأل اللي مش في الطريق قبلك، هيعرف أكتر منك. قولوا ورايا لحسن تكونوا نعستوا: وداعة الحكمة حيث الغيرة والتحزب، هناك التشويش وكل أمر رديء، أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة ثم مترفقة ثم مزعنة. مزعنة، كلمة مزعنة يعني الطاعة والخضوع والإسراع في الطاعة. والنقطة اللي وراها: ومملوءة رحمة. لا لا لا، نغموها زي ما أنا نغمتها كده: ومملوءة. مش عارفين نغموه ايه ونقول ايه الحكايه، نعست ولا ايه؟ قول ورايا كده بتنغيم: ومملوءة. ومملوءة اه كده تمام. تاني: ومملوءة. ومملوءة رحمة. رحمة. يبقى لما قال طاهرة ولا مزعنة ولا مترفقة ولا مسالمة قال كده، انما جت عند الرحمه ما قالش رحيمه، انما قال مملوءه رحمه، لانه ما فيش حكمه من غير رحمه خالص. يعني واحد قاسي، واحده قاسيه، دي مش ما تعرفش الحكمه، ما تعرفش لا طريقها ولا اسمها. القاسي ده ولا القاسية لا تعرف طريق الحكمة ولا تعرف تستهجاها، تيجي تقول ها كيف تتلخبط. ايه
إلا القاسي ده، لأن الحكمة مملوءة رحمة. احنا اتكلمنا السنة دي في عظتين عن الحكمة المملوءة رحمة، ودي العظة الثالثة والأخيرة عن الحكمة المملوءة رحمة. شوية النبي بيقول ايه؟ ربنا بيقول على لسانه في إصحاح 58: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. إذا عملت كده وعشت بالحكمة المملوءة رحمة، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع شملك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. بصوا لي كويس، يوم ما تمتلئوا من الرحمة أي حاجة تطلبوها ربنا يقول حاضر، تستغيث يقول ها أنا ذا اللي أنت عايزه. بس ده الرحيم. الحكيم الممتلئ رحمة معايا ولا سرحانين؟ لا، أنا عايزكم تبصوا في عناية في الحتة دي بالذات، للنيامة يقول لك ايه؟ بصلي وربنا مش سامع. لا، سامع سامع كويس، بس هل انت رحيم؟ هل انت حكيم وممتلئ رحمة؟ اذا انت ممتلئ رحمة، حينما تدعوه يجيب الرب، وحينما تستغيث ربنا يقول لك ها أنا ذا اللي انت عايزه. ها أنا ذا، عايز ايه يا حبيبي؟ اللي انت عايزه. أمنا العذراء بقى اتكلمنا عن ازاي كانت رحيمة جدا في خدمتها لأليصابات، وازاي كانت رحيمة في احتمالها لشك القديس يوسف، وازاي كانت رحيمة مع أهل عرس قنا الجليل من غير ما يطلبوا، طلبت من ربنا لأن هم كان الخمر خلص منهم. ومن ألقاب العذراء أم الرحمة. عايز بقى أنا أنهي كلامي عن المملوءة رحمة بقصة جميلة، مش قصدي قصة، قصدي موضوع جميل تسمعوا حاجة عن حاجة اسمها كرسي الرحمة. لا، مش عايز المكرسات يردوا ولا الأباء. تسمعوا حاجة عن كرسي الرحمة؟ طب اللي يقول لي كرسي الرحمة ده فين؟ ليه 300 جنيه؟ لا، ولا أباء ولا مكرسات. كرسي الرحمة ده فين؟ ها؟ كرسي الرحمة ده، لا لا، اللي يعرف يرفع ايده. نعم. لا، مش في السماء. ها؟ العذراء كرسي الرحمة؟ يعني كرسي الرحمة ده الرب يسوع ولا العذراء؟ لا، ما هي ده كرسي الرحمة ده. مين؟ العذراء؟ لا، العذراء بنسميها أم الرحمة. أم الرحمة، نعم، اللي وراك. ها؟ معطي المسكين؟ لا لا، هي ده لا، ما طبعا معطي المسكين ده أبو الرحمة وأم الرحمة. تفضل يا حبيبي.
نعم الكرسي اللي بنحط فيه الكاس ده يعني؟ لا. طب 500 جنيه 500 جنيه يا حبيبي. نعم نعم عرش النعمة. لا. طب هو حاجة، ثواني بس، حاجة في العهد القديم، حاجة في العهد القديم اللي يعني أنا برضو 500 جنيه قاعدة برضو. لا 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 ما حدش اللي يعرف يرفع ايده واقول له اتفضل اتكلم، مش احنا كده. حد عايز يتكلم هنا؟ ها؟ لا. البنت اللي جنب الشباك اتفضلي. ها؟ لا مش سامع. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تابوت العهد؟ لا. اخر واحد يا عشان اتاخرنا. ها لا اخذ سؤال. الاخر ايه كرسي سليمان؟ لا 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 ده في واحد من الملوك ولاد سليمان كان قاعد على كرسي من العاج، والعاج خلي بالكم اغلى من الذهب. ها اخر واحده اخر واحده. ها؟ خلاص خلاص. حد قال لك؟ لا يبقى لا. أنا كنت عمال أبص لك تقولي لوحدك. أنا اللي ورا خالص. ها؟ طب خلاص. شوف. خلاص خلاص خلاص. بص يا أبونا كرولوس. خدوا ال 500 جنيه دي. اديها من ضمن الفقرة، يعني حطها في صندوق الفقرة قبل العيد يعني. ما اصل طلعت من ضميري فهروح بيها، مش معقول تاكلني وانا يعني. بصوا بقى يا حبايب، كرسي الرحمة كرسي الرحمة هو غطاء التابوت، تابوت العهد. خلاص تابوت العهد كان عبارة عن تابوت 2.5 متر في 1.5 متر، وكان من خشب الصنط ومتغطي بذهب، وكان جوه التابوت 3 حاجات: عصا هارون وخصة المن ولوحي الشريعة. الغطا بتاع التابوت، غطا التابوت اسمه كرسي الرحمة. وكرسي الرحمة أو غطا التابوت يرمز، خلي بالكم اللي هقوله، يرمز لفدينا القدوس الذي صار تطهيرا لخطايانا وغافرا لأسامنا. الغطاء ده اللي اسمه كرسي الرحمة يرمز لمسيحنا القدوس الذي صار، الذي فدانا وصار تطهيرا لخطايانا وغافرا لأسامنا. وده اللي بنقوله في التسبحة يا شمامسة، بس ما بنقولش كرسي الرحمة، بنقول الغطاء. إن الغطاء يرمز لفدينا القدوس الذي صار تطهيرا لخطايانا وغفرا لأثامنا. باختصار شديد قصة الغطاء، إن موسى، ربنا قال لموسى بعد ما اداله كل التفاصيل، قال له الغطاء ده تعمله من ذهب خالص، اللي هو ذهب الإبريز اللي هو العار 24، وتجيب حتة ذهب وخراط يخرط
بحيث ان الغطاء يبقى فوقيه كروب من هنا وكروب من هنا، انما مش الغطاء يبقى لوحده وتخرط الكروب وتخرط الكروب وتلزقهم، لا تجيب حتة ذهب. لا مش عايز كلام خالص. تجيب حتة ذهب وتخرطها بحيث انه يبقى الاثنين كروب والغطاء حتة واحدة، والكروب ده يبسطوا جناحاتهم للسماء ويبصوا لبعض، يبقوا باصين لبعض ويبصوا على الغطاء، وكل ده رمز للمسيح. هنقول ازاي رمز للمسيح؟ في الترجمة العبرية بقى كلمة غطاء جت كابورث، وهي مشتقة من كلمة كبر وبمعنى يغطي أو يكفر، يعني ما اسموش غطى بس، لا يغطي ويكفر. هنفهم ازاي برضو. في الترجمة اليونانية والترجمة السبعينية اليونانية والترجمة القبطية البحروية والترجمة القبطية الصعيدية، في الثلاث ترجمات دول كلمة غطاء جت بمعنى هيلاستريون، وكلمة هيلاستريون يعني كرسي الرحمة. ففي الترجمة العبرية الترجمة العربية جت باسم الغطاء، الترجمة العبرية جت باسم غطاء يكفر، الترجمة السبعينية اليونانية والترجمة القبطية البحراوية، لأن القبطي فيه قبطي بحراوي وقبطي صعيدي، والترجمة القبطية الصعيدية، في الثلاثة جت كلمة غطاء جت بمعنى كرسي الرحمة أو موضع الغفران. ليه بقى؟ كان في العهد القديم، في العهد القديم رئيس الكهنة كان في يوم الكفارة يذبح ثور وياخد من دم الثور ويدخل يحط من الدم ده على الغطاء، على الغطاء لكي ما يكفر عن نفسه وعن بيته، وبعدين يذبح تيس ويدخل بدمه لكي ما يكفر عن خطايا الشعب. وأبونا لما بيجي يصلي وبنقدم الذبيحة بنقول له يا رب اقبل هذه الذبيحة، ما هو القربانة دي ذبيحة المسيح، اقبل هذه الذبيحة. أبونا بيقول عن خطاياي وجهالات شعبك، زي ما رئيس الكهنة زمان كان بيخش بدم الثور عن خطاياه هو وبيته ودم التيس عن خطايا الشعب. وفكرة الذبيحة مش عايز أطول عليكم، انه في العهد القديم كان الخاطي يجي يحط ايده على راس الذبيحه ويعترف بخطاياه فتنتقل خطاياه منه للذبيحه، ولما الذبيحه بتذبح اسمه دم الذبيحه ده كفر عن خطاياه. لا سرحته مني، لا سرحته، لا سرحته. طب هقولها تاني. في العهد القديم كان الخاطي يحط ايده على الذبيحة وتنتقل، انا بتكلم باختصار شديد، تنتقل الخطية منه للذبيحة دي وبعدين تذبح الذبيحة، فدم الذبيحة ده اسمه كفر عن خطايا ان كان رئيس الكهنة الكاهن الشعب. فرئيس الكهنة
كان بيدخل بدم الثور أو بدم التيس ويحط الدم على الغطاء. فتغفر خطايا الناس. شوفوا بقى الكلمة اللي جاية بقى. خلي بالكم بقى من اللي جاي. اسمعوا لي كويس قوي قوي. معلمنا القديس بولس الرسول بقى يقول في عبرانيين 9: وأما المسيح وقد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيد، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس ولا عجول زي ما كان بيعمل رئيس الكهنة زمان، يخش بدم التيس أو بدم العجل ويحط الدم ده على الغطاء. أما المسيح لا، ليس بدم تيوس ولا بدم عجول، بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. اللي كان بيحصل في العهد القديم بيحصل دلوقتي، بس دلوقتي الذبيحة هو مسيحنا القدوس، والدم هو دم المسيح الذي يطهرنا من كل خطيئة. الدم اللي كان بينقطه رئيس الكهنة على الغطاء في العهد القديم كان رمزا لدم المسيح في العهد الجديد اللي صار كفارة لخطايانا. معلمنا القديس بطرس قال ايه؟ حمل خطايانا في جسده. فربنا حمل خطايانا في جسده وذبح ودخل للآب بدم نفسه. قال له يا رب دمي كفارة عن خطايا أولادي، عن خطايا الشعب. زي ما رئيس الكهنة كان بيجي يروح حاطط نقط الدم على الغطاء فتغفر الخطايا، المسيح دلوقتي زي ما قال معلمنا القديس بولس في عبرانيين 9: ليس بدم تيوس ولا عجول بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لينا. عشان كده ده مش غطاء، مش كلمة غطاء لا، ولكن يعني الكلمة الأجمل كلمة كرسي الرحمة أو موضع الغفران، لأن الكلمة لا تعني غطاء عاديا بل الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه الله برحمته. الدم الذي يعني مش قصة غطاء من ذهب، إنما الغطاء ده كان الدم بيتحط عليه. الدم ده بيغطي بيكفر، فالدم الذي يغطي الخاطي فيرحمه الله برحمته. عشان كده سموا هذا الغطاء موضع الغفران أو كرسي الرحمة. بنقول ايه بقى في التسبيحة يوم الحد؟ خلي بالكم بقى، شوف التسبيحة في الحد بنقول ايه. الغطاء في القطعة الثالثة، الغطاء المظلل عليه بالكروبين المصورين أو الكروبين المنحوتين، أي الله الكلمة الذي تجسد منك هي التي بلا عيب وصار تطهيرا لخطايانا وغافرا لأسانا. طبعا هي مكتوبة باختصار شديد، إنما لما نيجي ندرس يعني ايه الغطاء يرمز لله الكلمة الذي صار غافرا لأسامنا وتطهيرا لخطايانا، ده اللي بنقوله في التسبح. الشرح بقى اللي انا قلته، زي ما رئيس الكهنة كان بيدخل بالدم ده ويحط الدم على الغطاء، ده كان رمزا لدم المسيح، للمسيح اللي دخل للآب ومعاه دم نفسه.
قال أنا فديت البشرية، فوجد فداء أبديا بينا في ذبيحة القداس الإلهي، إن القربانة دي ده هيبقى جسد المسيح وده ذبيحة المسيح، المسيح المذبوح على المذبح، كما كانت تذبح الحيوانات على المذبح في العهد القديم. النهارده الذبيحة هو المسيح. فالغطاء يرمز إلى موضع الغفران، الغطاء يرمز إلى ده المكان اللي بيتحط عليه الدم فبتغفر الخطايا. فالغطاء ده يرمز للمسيح، أي الله الكلمة الذي تجسد منك وصار تطهيرا لخطايانا وغافرا لأثامنا. زي بالضبط مكان رئيس الكهنة بيحط الدم على الغطاء زمان، طبعا هي صعبة، بس من هنا بقى بنقول للعذراء أم النور أنت أم الرحمة. عشان كده لما قلت كرسي الرحمة مين؟ هو المسيح. كرسي الرحمة أو موضع غفران، موضع الغفران أو الغطاء المظلل عليه بالكاروبين، كل دي حاجة واحدة. وزي ما قلت لكم إن كلمة الغطاء المظلل عليه بالكاروبيم دي في الترجمة العبرية بمعناها الغطاء أو كفر اللي بيغطي، كفر أو كف يعني اللي هو بيكفر في الترجمة السبعينية اليونانية والإبطية البحروية والإبطية الصادية، بمعنى كرسي الرحمة، أي عايز بس أقول عشان ما أغلطش في الكلام، كرسي الرحمة أو الغطاء الذي يغطي الخاطي، الغطاء الذي يغطي الخاطي، دم المسيح اللي بيغطي الخاطي. ولذلك ربنا بيغفر الخطايا بسفك الدم، عشان كده من غير من دم المسيح هو اللي يطهرنا من كل خطية. وربنا قال خذوا كلوا هذا وجسده واشربوا دمي لمغفرة خطاياكم، واللي ما يتناولش ما تتغفرش خطاياه خالص نهائي. ولذلك ده اسمه كرسي الرحمة، وبالتالي العذراء اسمها أم الرحمة، ودي أحد ألقابها. فاحنا في حديثنا عن العذراء أم النور، الحكمة في حياة العذراء الطاهرة والمسالمة والمترفقة والمزعنة والمملوءة رحمة، اتكلمنا عن ازاي الرحمة في حياة العذراء، وان احد القاب العذراء انها ام الرحمة، ام كرسي الرحمة اللي هو الغطاء بتاع التابوت اللي بيرمز الى مسيحنا القدوس اللي فدانا بدمه، زي ما دم الحيوانات في العهد القديم كان بيبقى سبب في غفران الخطايا، لا في العهد الجديد المسيح دخل بدم نفسه فوجد فداء أبديا. عشان كده اسمه كرسي الرحمة، والعذراء أم النور اسمها أم الرحمة، وبنقول لها في الصلوات الإجبية السلام لك يا أم الرحمة والخلاص. طولت عليكم شوية معلش، كل سنة وانتم طيبين. بس اللي أنا بقى عايز أخده بقى من الكلام الجميل ده، ما فعل الرب من أجلنا يا أحبائي؟ كتير جدا وعظيم جدا جدا. ربنا تجسد ليفدينا، تجسد وصار تطهيرا لخطايانا. الواحد فينا يغلط ويغلط ويتوب وتيجي تعترف عند أبونا كرولوس وتخش تتناولي تطلعي بيضة خالص. طب والحاجات الوحشة اللي عملناها؟ خلاص حمل المسيح خطايانا. فأول ما نتوب ونعترف ونتناول، ولكن حاجة حصلت خالص، دي
حاجة عظيمة جدا، ودي من بركات التجسد. وكل ما نعرف يا أحبائي هذه المعلومات اللاهوتية كل ما إيماننا يزيد، وكل ما نيجي نصلي نبقى عارفين ده جسد المسيح ومحبة ربنا لينا تجسد ليفدينا، تجسد ليهدينا، تجسد ليتحد بنا. فدي نعمة كبيرة قوي 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 قوي. ربنا معاكم ويبارككم، وكل سنة وانتم طيبين. برضو بنعمة ربنا هنخلص الساعة 5 بالظبط إن شاء الله يعني. تفضلوا نصلي.